بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلصنا المرة اللي فاتت الجيومتري التفرعاتها، نخش بعد كده على الشيبس. القايمة اللي بعديها فيها السب كاتيجوريز اللي هي الفئات الفرعية، سبلينز، نيرفس كيرفز، واكستندد سبلينز. نبتدي دلوقتي مع السبلينز. أول حاجة اللي هي السبلينز، اول حاجه اللي فيها اللي هي الريكتانجل. ريكتانجل يعني مستطيل، بس مستطيل عادي. طبعا الشيبس دي عباره عن حاجات ثنائيه الابعاد 2D مش 3D. تمام. السبلين معناها، السبلين معناها ايه؟ الشريحه. هي السبلند دي واخدينها من المفهوم القديم اللي هو بتاع السفينة ده، لما ييجوا يعملوا شكل السفينة بيبقى الخشب متن. عشان يخلوا الخشب متن بيحطوا وتد عبارة عن خشبتين يتحط ما بينهم لوح الخشب عشان يبقى متني، ويحطوا الوتد ده في الأماكن اللي عايزين فيها انحناءات تحصل في الخشب. تمام. الريكتانجل عبارة عن مستطيل، طبعا اختياراته creation method center ولا edge، هيترسم من الحرف ولا من المركز بتاعه، keyboard entry اللي قلنا عليها قبل كده، طبعا length width و corner radius. corner radius اللي هي الحروف بتاعته بيبقى ليها دوران عشان يبقى الحروف زي ما تكون مشطوفة زي ما انتم شايفين كده. الحروف بقت مشطوفة، لو 50 بقى مشطوفة بس زيادة قوي بالشكل ده، أكنه بينعم الحروف، ما بقاش فين الحرف بتاعه حرف حاد زي ما بيقول. ده بالنسبة للريكتانجل. اللاين عبارة عن خط، برسم خط. كل أمشي كده أدوس كليك شمال يبقى أنا برسم خط الخطوة اللي أنا عايزه. بعد ما أخلص أروح للبداية وأدوس، هيقول لي close plane yes or no. لو عايز أقفل بقول له yes بحيث أقفل الشكل يبقى شكل مقفل، أو no أكمل الرسم، وبعد كده لو عايز أقفله أقول له yes يبقى كده شكل مقفول. ده السبلين. ده بالنسبة لللاين. للاختيارات اللي هي rendering، افتراضيا ما بيظهرش في الريندر. عشان اخليه يظهر في الريندر بقول له enable in render و enable in viewport عشان يبقى باين قدامي في الفيوبورت. لما اجي اعمل render بيظهر. use viewport settings عشان يستخدم اعدادات الفيوبورت. قلنا طبعا generate mapping coordinates عشان يحط احداثيات الوضع ال materials. ال viewport render، ال viewport بحدد ال ready اللي هي اول حاجة فيها ال thickness هتكون 2، عايز السمك بتاعه يبقى 2. في الريندر برضو عايزه يبقى وليكن 5، اجي اعمل ريندر يبقى السيجنز بتاعه 5. سايز اللي هي الجوانب بتاعته، هي بتظهر في الواير فريم. ده في الريندر. في الفيو بورت نفس الحكاية. والانجل اللي هي الزاوية، زاوية الدوران. ده في الراديو لو يعني واخد شكل دائري الخط، لكن لو عايز ريكتانجل يبقى مضلع. يعني بختار الاختيار بتاعته اللينس والويتس والانجل والاسبكت. ده بالنسبة لمجموعة الرندر. الانتربوليشن اللي هي بتحدد الستبس، الستبس اللي بيتكون منها الخط. creation method قلنا عليها قبل كده، corner او smooth، و drag type bezier ده نوع من انواع الخطوط، keyboard entry اللي احنا بندخل بيها نقطة نقطة. طبعا x y و z عارفينها، بقول له add points وغير و add point تاني وهكذا، احنا بنضيف نقطة نقطة. بعد كده circle اللي هي عبارة عن دايرة، يعني طبعا خدت نفس الاختيارات اللي فاتت بالظبط. نيفر رندر مغيرش نفس الحكاية. creation method
السنتر ولا من الايدج، بارامتر اللي هو موجود اللي هو الراديوس اللي هو نص القطر، تمام. كيبورد انتري الاكس والواي وزد الاحداثيات، والراديوس اللي هو نص القطر، تمام. الليبس اللي هو متاخد من السيركل بس عبارة عن خط ناقص، يعني مش دايرة ليها. طبعا حطوه في الأشكال الهندسية القطع الناقص ده، الريندرينج الحاجات دي اللي شرحناها قبل كده. كيرشن مسد نفس الحكاية، البارامترز اللينس والويدث، الطول والعرض بتاعه ده الإليبس. الأرك اللي هو قوس، عايز أعمل قوس أنا كده، بحدد الراديوس في الأول، بختار يعني الخط اللي أنا برسمه ده بيحدد البداية والنهاية. أول لما أسيب يبتدي بقى أحدد الراديوس، وأدي الاختيار بتاعته كيرشن مثلا end end middle، يعني نهاية والنهاية، وبعد كده اللي في النص أو center، بعد كده end end. اخترنا center، أنا كده عملت السنتر بتاعه، وبعد كده اند اند اختار الطريقة اللي انا عايزها، وبعد كده ابتدي اشد وزن. ده اختيارات اللي هي radius نص القطر، ودي البداية يبتدي منين وينتهي فين، from to by slice، دي اكنه قطعة من قطع دائرية، by يعني دائري، او by ليها معنى تاني اللي هي الشطيرة او الفطيرة. reverse هيعكس، تمام. بالنسبة للأرك، الدونات اللي هو عبارة عن دايرة جواها دايرة وبيعمل الشكل الخارجي ده، تمام. ده الدونات نفس الاختيارات الريندرينج، بس هنا راديوس واحد راديوس اتنين، نص قطر الداخلي والخارجي. الانجن اللي هو المضلع ده ليه اختيارات مختلفة، الراديوس نص قطر، انسكرابد او سيركمسكرابد حدد الشكل اللي عايز يظهر بيه، والسايز اللي هي الاوجه بتاعته، الكورنر راديوس اللي هو الحروف اللي قلنا عليها بتبقى ناعمة، الحروف بتاعته أكنها مشطوفة، circular هيبقى دائري. ده بالنسبة للإنجن، حرف ال N ده متاخد من ان هو عدد عدد ال sides. الستار عبارة عن دايرة، نجمة قصدي، بعملها على 2 كليك، داخلية أو خارجية، radius 1 radius 2، كأن في دايرة داخلية بتمر بالنقط دي، ونقط ودايرة خارجية بتمر بالنقط اللي بره دي. وحدد البوينتس، الديستورشن، الفيلت راديوس اللي هو الدايرة الأولانية يبقى فيها الاختيار الفيلت ده،